فيمكن أن نتقبل فكرة أن هناك رجل لأنه أرى ولأنه أصبح عنده علم فأصبح رجل دين يقول لي ده صح وده غلط وما عملتش ده فأنت كافر. من يطلق عليهم مجازا رجال الدين لقمع وتشويه واغتيال معارضيه أيا ما كانوا المعارضين دول حتى لو كانوا إسلاميين. قبل كل دعوة لتحرك من أجل العدالة والحرية وحقوق المظلومين والمقهورين والمطحونين كنا ننتظر الفتوى بتاعت الدعوة. أنت لك منذ البداية منذ صغرك يعني والزملاء واللي بيقعدوا معك لك صدمات مع فكرة الرمز الديني ده. ده حقيقي ويبدو قد يبدو من الغريب أنني خرجت وولدت لغاية 2008 في جماعة الإخوان المسلمين. هو أنت بتشوف أن الدين هو اللي متسلط ولا رجال الدين هم اللي متسلطين؟ الحقيقة هو أنا الأول أنا بعترض على لفظ رجال الدين، يعني أنا دايما مع مصطلح عالم الدين. نعم. لأن كلمة رجل الدين بتضفي على الشخص نفسه نوع من القداسة، والقداسة دي بتخليني أو بتخلي الناس عموما أو المتلقي ينظر إلى ما يقوله باعتباره مقدس مع أنه هو اجتهاد أو فهم. أنا أوافقك أن هناك ممارسات استبدادية، وأوافق أيضا الأستاذ أحمد أن هناك ممارسات استبدادية استخدم فيها بعض الأشخاص المنتمين إلى الدين ليعطوها الصبغة الدينية. الفائز برحلة حج في حلقة الأمس من برنامج آمنت بالله. آمنت بالله حلقة جديدة أواصل مع ضيوفي الأعزاء فضيلة الحبيب علي جفري أهلا وسهلا. بارك الأستاذ الله الأستاذ أحمد أبو دومة أهلا وسهلا. الدكتور محمد فتح يونس أهلا وسهلا. أنا المرة دي عايز أبتدي من عند حضرتك وأكمل تاني تعريف هي حدود العالم الذي لديه علم فلقى منصة منبر مسجد أو دكتوراه في الشريعة ولا في الفقه ولا في الحديث ولا شاشة تلفزيون اسمها قناة دينية يطل من خلالها فيبقى شيخ. ده صلاحيات الرخصة اللي معاه ايه عشان احدد بناء عليها اخد منه ايه او اتعامل معه ازاي. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ليس شيء مما ذكرت يجعله مرخصا، ليس لان علي الجفري صعد في سي بي سي او في غيرها واصبح يتكلم وله اسلوب اعجب به الناس يعطي علي الجفري المشروعية في ان يكون عالما يفتي. نعم. قطعا. وربما تفاجأ حتى شهادة الدكتوراه، لأن شهادة الدكتوراه شهادة على تحصيل درجة علمية معينة في بحث تخصصي معين، ربما يكون تخصص تخصص التخصص. والكثير ممن يحمل اسم الدكتور تكون شهادة الدكتوراه التي أخذها ليست في الشريعة من أصله، لكن وجودها يزين وجوده يعطيه شيء من المشروعية. الضابط أو الطريقة الصحيحة التي نعرف بها من نأخذ عنه هي التي غيبت اليوم عن الناس، وهي الإجازة المتسلسلة. المفتي مثلا، مفتي الديار المصرية فضيلة الشيخ الإمام العلامة علي جمعة، الشيخ علي جمعة ليست شهادة الدكتوراه الأزهرية التي أعطته الأهلية. نعم. ولا الإمام الأكبر من قبله الشيخ أحمد الطيب الذي أعطاهم الأهلية أنهم درسوا علوما بتحقيق قوي متقن أخذوا على أساسه إجازة في العلم هذا الذي أخذوه. فتجد عندما يتكلم في علم الحديث ليدرس، نعم، لما نحضر عنده في الدرس إذا ختم الكتاب يقول أجيزكم بهذا الكتاب يا من درستم، بعد أن يتأكد من أخذهم لهذا الكتاب، كما أجازني الشيخ فلان عن الشيخ فلان عن الشيخ فلان عن الشيخ فلان إلى مؤلف الكتاب ومنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صناعة الفتوى علم أخذت عن فلان وفلان وفلان من المفتين وتدربت عليهم حتى أجازوني بالفتوى. أنا أعرف بيكون السؤال المباشر الذي استسألني عنه، طيب وأنا المشاهد أميز هذا كيف؟ نعم، شيء طبيعي وهذا طبعا سؤال مشروع. الطريقة الصحيحة أن يرجع إلى من بقي ممن أخذوا هذا الأمر، وتصبح تزكيتهم هم لمن أخذ عنهم
تعطي لمن أعطي هذه التزكية الصلاحية أو الحق في مجاله. طبعا هذا صعب على الأفراد طبعا، تعود المسؤولية للمسؤولية المؤسسية. يا أصحاب قنوات الفضاء، اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تقدمونه ومن تقدمونه. شيخ قد يكون مؤثر في الوعظ، هو ليس بعالم لكنه واعظ مؤثر، هاته للوعظ واجعل الناس تستفيد منه، لكن لا تسمح له بأن يفتي. نعم. ولا تقدمه على أنه الإمام العلامة في الفتوى. وكذلك في بقية المجالات، هي مسؤولية فردية ومسؤولية مؤسسية. ما يقوله لي حدوده إيه؟ هذا بمعنى ملزم لي أدي طيب. أخده أقبله أرفضه من جميل. عندي الكتاب والسنة وبقراهم وعارف الحرام جميل. والحلال جميل. هذا موضوع آخر. لو تتذكر في حلقات ماضية كنا نقول عندنا قطعيات وظنيات. نعم. ما هي القطعيات؟ هي الأمور التي لا يسعنا الاختلاف عليها، ثابتة قطعا بما لا يجد مجال للاختلاف، مثل وحدانية الله سبحانه وتعالى، توحيد الله عز وجل، أركان الإيمان، هذه مقطوع بها، يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا شيء مقطوع به. ثبوت القرآن، ثبوت القرآن قطعي. عندنا الصلاة، ما يوجد مسلم يقبل أنه في اختلاف هل الصلاة فرض ولا ليست بفرض. هذا القطعي، أنا آسف بس أيه. هذا القطعي الله سبحانه وتعالى وأمامه إبليس الشيطان لم يميته ولم تركه وأمهله. أنت هنا يعني ربما أسلوبي لم يكن واضحا، فحصل خلط بين أمرين. نعم. هناك فرق بين الاستفهام والاستيضاح والاختلاف والاعتراض، وبين قضية الحديث باسم الدين أن هذا حكم شرعي. أعيد، لا يجوز لأحد يقول أنا اجتهدت مثلا واجتهادي الشرعي أوصلني إلى أن الصلاة ليست بفريضة. لا، أنت تراها فريضة وأنا مش هعملها. هذا شيء آخر. أنا فاهم، أنا هو أنا عايز أوصل للشيء الآخر. سؤالي كان المقصود به أن هذا العالم اللي بيطلع لي بقول له طب يا سيدي أنا عارف أن الصلاة عندك وكما تراها هي فريضة. تمام. أنا مش مؤمن بيها، أنا حر، أنا طيب. أولا خلينا نثبت هذا، أن الأمور القطعية لا يجوز الحديث باسم الدين أنها ليست قطعية. نعم. ليست مجالا للاجتهاد، وهي بالمناسبة قليلة جدا. نعم. الغالب من الأمور الشرعية ليست بقطعية. نعم. وهي مجال للاجتهاد لمن أهل للاجتهاد. تأتي الجزئية التي أنت ذكرتها، ما هي سلطات العالم أو المفتي؟ نعم. لا سلطة، لا سلطة نهائيا. هو عليه أن ينصحني المفتي، عليه أو العالم أن يبين حكم الله، أنت تأخذ به لا تأخذ به، هذه قضية تتعلق بك أنت. من يطبق حكم الله هو الحاكم في الأمور التي تمس القانون، تعود المسألة للحاكم وللقاضي هنا. نعم. القاضي في الأمور التي تمس القانون قد يحتاج القاضي لأن يرجع للمفتي مثلا يسأله في هذه المسألة ما الحكم الشرعي فيها، لأنها دقت أو القانون لم يفسرها بشكل جيد، يعطيه التوجيه الشرعي. لكن الشخص الذي يتعامل معه ليس للمفتي ولا للعالم ولا للشيخ ولا لإمام المسجد أي حق سلطوي يمارسه أمام هذا الإنسان. الحق الذي له أن ينصت إليه إن كان عالما، والحق الذي لله وليس للعالم هنا نعم أن يؤخذ بكلامه ما دمت مؤمنا بأن كلامه شرع الله عز وجل. أعيدها بتحتاج توضيح بسيط. اتفضل. أنت مستمع، جئت إلى شيخ وسألته ما حكم الله عز وجل في المسألة، قال لك الحكم أن هذه مثلا واجبة. تقول لكني أنا كذا وسمعت أقوال، يقول هذه المسألة لا خلاف فيها واجبة، لا يجوز أن مثلا تصلي الفجر ركعة بدل ركعتين. تقول بس أنا يعني طيب خلاص وأنا ما اقتنعتش. ليس للعالم سلطان يجبرك أن تفعل. هنا لو رحت للشيخ قلت له أنا بزني أو أرجو أن ترخص لي الزنا، عليه أن يأمر بجلدي أو برجمي؟ جميل أنك سألت هذا السؤال. الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب العصمة التي ليست لأحد غيره، هو إمام الدين ونور هذا الدين وشمس هذا الدين والمبلغ عن الله والمأذون من الله والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كان في مجلس مع ساداتنا الصحابة وفيهم وجوه الصحابة وعمومهم، فدخل شاب. الشاب هذا رمى ما يشبه القنبلة اليوم أمام الصحابة أمام الناس بصوت مرتفع وهو في آخر المجلس أو واقف، يا رسول الله يا رسول الله ائذن لي بالزنا. لو اليوم شيخ على كرسي في مسجد أحمد ضحك علشان الشيخ اللي في المسجد ودخل واحد أمام الناس في صلاة الجمعة والشيخ على المنبر وقال يا شيخ يا شيخ إذن لي بالزنا، ما الذي سيحصل؟ اتلوه فاتمولي لا
قبل أن يقول الشيخ الناس جاهزة. والشيخ سيقول للأسف بعض الناس تقول ذلك. الصحابة ضجوا غضبوا، ما هذا؟ بداية ردة فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقروه. يعني إيش أقروه؟ طبعا ليس على الزنا. نعم. يعني خلوه يتكلم، يعني أقروه على حقه في التعبير عن رأيه فيما يسأل عنه، يستفهم. لا يوجد سؤال ممنوع، لا يوجد فيما يرد على عقل الإنسان ما يمنع أن يسأل عنه. الإقرار في الحق في التعبير عن الخطأ حتى الذي تراه ويتعارض يا رجل إبليس. نعم. أعاذنا الله منه. نعم. سمح الله تعالى له بأن يناقشه، بل هو الحق الذي سأله، ما منعك أن تسجد؟ يعني قضية حق التعبير. قال النبي أقروه، ثم قال كلمة ثالثة، قال للرجل شاب أدنه، شوف من الهجوم عليه والتشنيع إلى حماية النبي يحميه، يقول أقروه حقه في أن يعبر، أكثر من ذلك اقترب مني أدنه تعال. فلما اقترب وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليه النبي بالحديث، ترك الغاضبين وهو شعر أنه حمي هنا، الدين هو الذي حماه. أدنه أترضاه لأمك؟ هنا بدأ الخطاب مع شيئين مهمين، مع الفطرة والعقل. الفطرة أن الفطرة الإنسانية السليمة لا تقبل هذا، والعقل بما أن فطرتك لا تقبل وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. شوف لما بدأ النبي يسأله كيف كان رد الشباب الشاب هذا بعد السؤال الذي يظهر أنه وقح وقلة أدب، وإيش اللي تقول للنبي اسمح لي بالزنا؟ لكن شوف التغير اللي حصل عند الشاب بمنهج النبي في المعاملة. أترضاه لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداءك، لا أرضاه لها، يعني أنا أفديك بروحي. صدقوني، وأنا هذه كلمة أقولها للمشايخ والعلماء والدعاء والسادات العلماء والدعاء، أكثر الشباب ترونهم نفورا أو جرأة أو ما تتوهمونه وقاحة هم من سيقولون لكم جعلني الله فداء لك، إذا رأوا فيك وشموا منك منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أترضاه لبنتك، أترضاه لأختك، أترضاه لخالتك، أترضاه لعمتك. استمر استمر استمر، بدأ بالشيء الشنيع، الأم والبنت ثم الأخت ثم الخالة ثم العمة، إلى أن الشاب شعر بأن المسألة بالفعل لا عقل ولا منطق، في نفس الوقت لا فطرة. هذا المنهج النبوي. فإذا سيدنا النبي سمح بمثل ذلك وتعامل بذلك، من هذا الذي له حق أكبر من حق سيدنا النبي اللي كان مع أحمد؟ أحمد الشيخ عمل معك إيه في المسجد؟ هو الحقيقة إذا سمحت لي، لأن وقت الحلقة ضيق، فمحتاجين نقول شوية عناوين قبل ما نوصل للشيخ طيب. عمل إيه، لأنها نموذج اتكرر كتير وأظن للأسف سيتكرر أكثر. من حديث سيد الحبيب، الأزمة الحقيقية ربما يكون هناك مشكلة أو تقصير عند المتلقين اللي هو إحنا، لكن الحقيقة أن الأزمة الأكبر علاجها في بيت الخطاب الديني مش عندنا، لأنه إذا خرج كبار العلماء مثل سيد الحبيب وغيره ليقولوا أن فلان وفلان وفلان، وأظن أن هذا واجبا عليهم، يعني ليس هنا مجالا للحرج أو الاستحياء، لأن الأمر يتعلق بصورة الإسلام عند المسلمين قبل غير المسلمين. يعني نحن نتحدث الآن عن نفور من المسلمين، يعني المسلمين ينفرون من الإسلام بسبب الدعاة الذين يفترض أنهم يدعونهم إلى الإسلام، وهذه معضلة كبرى ليست بالهينة. خروج دعاة يعرف الناس قدرهم ويثقون في كلامهم، لأنهم يعرفون تماما أنهم ليسوا من دعاة السلاطين الذين تحدثنا عنهم، لا يوجد لديهم مصلحة لا مادية ولا مكتسب ما ولا أي شيء مع السلاطين أو غيرهم، ولا أجازوهم في أخطائهم وفي جرائمهم. خروج هؤلاء العلماء ليقولوا أن هنا مكمن خطر، هنا مرض في جسد البيت الخطاب الديني، هنا يجب أن يستأصل هذا الجزء لأن هذا الجزء يشوه صورة الخطاب الديني، أنا في رأيي هذه هي طيب. الصورة الأولى أو الخطوة الأولى. المثل أو الحادثة أو الواقعة التي تكررت كثيرا ليس فقط مع شخص أحمد دومة، لكن للأسف مع شخصيات والمواقف كثيرة. في مسجد يقف خطيب يفترض أنه يقوم بدور كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم،
ويتحدث وأنا جالس في هذا المسجد يتحدث، يعني ذات الخطيب يعني فعلها مرتين، مرة كنت في المسجد ومرة لم أكن في المدينة أصلا، يتحدث عن شخص ما، شخص ما عدو للإسلام معادي للدين، وهؤلاء الغيورين على دينهم يجب أن ينتفضوا من أجل تخليص الإسلام من هذه النماذج السيئة. واكتشفت فجأة أنه يقول وللأسف الشديد وبيننا الآن في المسجد. هذه الصورة ببساطة شديدة الرد الإنساني الطبيعي الوحيد، طب يا عم أنا مش جاي لكم تاني، يعني أنا هاجي أعمل إيه؟ هاجي لك أصلي عندك عشان تقول لي أنت عدو للإسلام أو ملحد أو كافر أو 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 أو. دي المرة الأولى. عملت إيه؟ كملت الصلاة ولا مشيت؟ أنا كملت الصلاة، بس أنا مش رايح له، يعني أنا مش رايح عنده البيت. لكن الحقيقة ربما أنا كملت الصلاة غيري هيمشي، وفي جلسة مع سيد الحبيب ذكر أحد اللي كانوا قاعدين معانا ذكر مثل أشد قسوة، إن أحد شارب الخمر، واحد بيشرب خمرة وداخل المسجد ربنا هداه ورايح يصلي الجمعة، فالخطيب أول ما شافه، هو مشهور في البلدة بإن هو بيشرب خمرة، أول ما رأى الخطيب تحدث عن إن شارب الخمر وربنا مش هيقبل و و و، فنظر إلى الأعلى وكأنه يخاطب الله عز وجل وقال أنا غلطان إن أنا جيت لك، ومضى تاركا المسجد. هذا المعنى لو استشعره هؤلاء الذين يدعون أنهم متحدثين باسم الله وأنهم دعاء إلى دين الإسلام، فورا عليهم أن يخرسوا إلى الأبد، عليهم أن يبدأوا من هذه اللحظة الدخول في اعتكاف ليكفروا عن خطاياهم وذنوبهم في حق الإسلام وفي حق الله عز وجل وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم، بأنهم أصبحوا أدوات تنفير للناس من الإسلام. الخطاب الديني يحتاج إلى تصحيح من داخل أصحابه بيت الخطاب الديني، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة. والنقطة المهمة اللي عايز أقولها وهختم، لأن أنا حاسس أن أنت بتتأهب لي. النقطة الأخيرة أن هؤلاء الذين ترونهم، وخطابي إلى السادة المشاهدين، ترونهم يهاجمون وينتقدون التيارات الإسلامية أو هؤلاء المدعين أنهم دعاة أو هؤلاء الذين يقال عنهم مشايخ في قنوات فضائية وبيقبضوا قد كده بالدولار، نحن عندما ننتقد هؤلاء ونهاجمهم الحقيقة أن هذا من منطلق دفاعنا عن الإسلام، ليس هجوما على الإسلام ولا كرها في الإسلام ولا عداء للإسلام، بل بالعكس هو دفاعا عن الإسلام من هذه النماذج التي تشوه صورة الإسلام وتنفر الناس منه. مش معنى كده أن احنا فجأة نتحول إلى مجموعة من الملحدين والكفار والمذنبين والمجرمين وهذه المصطلحات التي طال استخدامها. نعم دكتور محمد، التسلط باسم الدين مرة أخرى في حالة الرصد، ممكن أرصد معاك إنعكاساته على الشباب؟ يعني في إنعكاسات نتيجة لهذا التسلط في النفور أو التشدد أيهما؟ الحقيقة هو اللي لاحظته حتى على المدى القصير اللي فات، إن في صدمة وفي بعض الناس بتفتن في دينها، يعني ما يلاقوا شيخ أو داعية معين بيتخذ موقف سياسي بعينه أو موقف ديني حتى بعينه وبعدها بأسبوعين عكسه أو بيعتذر، فالناس بتهتز إيمانها، أو يلاقوه بيكذب أو بيلاقوه بيتعاطف مع مواقف متطرفة. الحاجة التانية أنا هرجع بس اللي قاله فضيلة الحبيب علي الجفري، وهي مسألة الأهلية. إحنا لازم نحدد قوي مين بيتكلم باسم الدين وبيتكلم في إيه، لأن برضو إذا كنا إحنا بنتكلم عن فقهاء السلاطين، فأحيانا بعض المضاد يعني الفقهاء اللي هم المشايخ المضادين للمستبدين بياخدوا الحتة دي كمبرر إن هم يتكلموا في الفتوى أو يتكلموا بكلام يعني كأنه تاريخهم النضالي بيتيح ليهم أن يتكلموا في أي حاجة في الدين وهو مش مؤهل لده. احنا شفنا مثلا شيخ شهير جدا أو حتى هو دكتور شهير جدا وهو متخصص في الحديث، إزاي كان سبب في أن مصر كلها ولعت قبل كده، وإزاي كان سبب في التحريض على الأقباط، وإزاي كان سبب في مذابح لمجرد أنه مش متخصص. طيب أنا عايز أعمل أختم الحلقة فيما تبقى لي من دقائق قليلة جدا، دور المتلقي وواجبه في نظره إلى العالم الذي يتحدث إليه، ودور العالم مع المتلقي، كيف يعرف أنه مؤتمن على هذا الشخص الذي يجلس في بيته ليسمعه، الذي ذهب إليه في المسجد ليسمعه، وهكذا. أنا أريد أبدأ بالثانية. نعم. لأن الكلام الذي سمعته من أحمد وذكرني بشيء آخر سمعناه في جلسة، هذا مخيف. يعني
الذي تصرف مثل هذه التصرفات وهو على منبر رسول الله الذي كان يقول ما بال أقواما فيشير إلى إنسان جاء إلى بيت الله ليصلي ويقول أن هذا كافر أو زنديق أو فعله أو تركه، هذا يصد عن الله، يعني هذا عليه إثم الصد عن سبيل الله عز وجل. لولا أن مثل أحمد يدرك كما قال أنا ما جئت لي، أنا جئت إلى بيت الله، ما جئت إلى بيته، قريت كل الشباب اللي سمعوا هذا الكلام وسمعوا وتحصل لهم مواقف من مشايخ أو من يدعون أنهم مشايخ أو أهل دين تصد، لا تجعلهم يصدونكم، الشيطان أجرى عليهم، هذا تصرف شيطاني منهم ليصدكم على الله، أنتم تريدون الله لا تريدونهم هم. هو قال أنا ما ذهبت إلى بيته، ذهبت إلى المسجد، رحت أنا مش جاي بيته، أنا جاي للمسجد. فكلمة يعني من القلب أقولها لسادتي العلماء وإخوتي الدعاء وطلبة العلم، يعني أخطر ما يمكن أن نسأل عنه ساعة الوقوف بين يدي الله من صددناهم عن الله، ليس من اهتدوا على أيدينا، من كانوا مقبلين على الله وصدوا بسبب قول منا أو سلوك أو تصرف أو حال برز منا. أما المتلقي الذي يحتار أمام هذا كله، مثلا عندكم في مصر، نحن في قناة مصرية، أنا مستغرب من أن الناس تبحث عن معايير والأزهر موجود. أهل مصر المسألة عندكم محسومة، الأزهر الشريف، والأزهر الشريف بمرجعيته الحقيقية لألف سنة، قد يحاول اليوم من يغير هذا النهج أو المسلك في الأزهر، لا، الأزهر الذي كان عليه أئمة الأزهر لمدة ألف سنة في المنهج، في الأخلاقيات، في السلوك، في التعامل، هذا هو المعيار. ليس كل من لبس الجبة الأزهرية وأخذ الشهادة الأزهرية هل كلامه على مسلك الأزهر أو لا، هذا المعيار الذي ينبغي الأول. المعيار الثاني، هنا سأستدعي استفتي قلبك. ما معنى استفتي قلبك؟ هل الأسلوب في الحديث فيه الأخلاق النبوية أو مجاوز للأخلاق؟ هل الأسلوب في الحديث يجعلك تحب الله ورسوله أكثر، تشعر بقرب أكثر، أو يشعرك بنفور أكثر؟ هذه معايير، لا يمكن أن يكون دال على الله داعي إلى الله ينفر الناس عن الله أكثر. المعيار استفتي قلبك، هل شعرت أن المتكلم يمارس سلطة عليك، أم أن هذا المتكلم الذي يتكلم في الفضائية يحاول أن يوصل رسالة إليك، الذي يقول إيه افعل كذا وإلا كذا وأنت كذا. ما أقول أنه سيء أو خطأ، أنا لا أعرف ماذا يتكلم فيه، لكن ليس هذا الذي أنت تبحث عنه. ثم بعد هذا كله يا شباب، لو كل الذين أمامكم يتكلمون باسم الدين اكتشفتم أنهم على خطأ، دين الله أكبر منهم ومن الجميع. قلوبكم مع الله سبحانه وتعالى، دين الله أكبر من الجميع. بشكر حضرتك جدا، بشكرك وبشكرك يا أحمد، بشكرك محمد، نورتوني. غدا آمنت بالله حلقة جديدة، وشباب ورؤى وحق لهم مكفول في التعبير عن آرائهم، فرصة احنا أثرنا كتير معهم، لما بنسمع بنتعلم. غدا نلتقي. من يطبق حكم الله هو الحاكم في الأمور التي تمس القانون، تعود المسألة للحاكم وللقاضي. هنا في صدمة، وفي بعض الناس بتفتن في دينها، يعني لما يلاقوا شيخ أو داعية معين بيتخذ موقف سياسي بعينه أو موقف ديني حتى بعينه، وبعدها بأسبوعين عكسه أو بيعتذر، فالناس بتهتز إيمانها. نحن نتحدث الآن عن نفور من المسلمين، يعني المسلمين ينفرون من الإسلام بسبب الدعاة الذين يفترض أنهم يدعونهم إلى الإسلام. يا عم أنا مش جاي لكم تاني، يعني أنا هاجي أعمل إيه؟ جي لك أصلي عندك عشان تقول لي أنت عدو للإسلام أو ملحد أو كافر أو 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 أو. عليهم أن يبدأوا من هذه اللحظة الدخول في اعتكاف ليكفروا عن خطاياهم وذنوبهم في حق الإسلام وفي حق الله عز وجل وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم، بأنهم أصبحوا أدوات تنفير للناس من الإسلام. يا أصحاب قنوات الفضاء، اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تقدمونه ومن تقدمونه. شيخ قد يكون مؤثر في الوعظ، هو ليس بعالم لكنه واعظ مؤثر، هاته للوعظ واجعل الناس تستفيد منه، لكن لا تسمح له بأن يفتي. نعم. ولا تقدمه على أنه الإمام العلامة في الفتوى، وكذلك في بقية المجالات، هي مسؤولية فردية ومسؤولية مؤسسية.